تغييرات عسكرية في صفوف قوات النظام بدرعا شملت ضباطاً وقادة عسكريين ميدانيين من الصف الأول والثاني يعملون على جبهات القتال هناك، أجرتها القيادة العسكرية التابعة لقوات النظام في المحافظة. القيادة الجديدة اتخذت من الأبنية السكنية في حي السحاري مركزاً لها ولقواتها، وأقدمت منذ وصولها على تجهيز مقراتها بعد إخلاء السكان منها، بالإضافة لرفع سواتر ترابية بغية تحصينها من أي هجمات محتملة من الثوار، إضافة لتفجيرها العديد من منازل المدنيين فور وصولها لكشف المنطقة المحيطة بمقراتها وجبهاتها. قاعدة حميميم العسكرية اتهمت فصائل الجبهة الجنوبية بمحاولة إسقاط اتفاق خفض التصعيد المبرم في الجنوب السوري، مضيفة أن ما تظهره الوقائع على الأرض توحي بنية واضحة وتوجه حقيقي للفصائل بربط مصير اتفاق خفض التوتر في الجنوب السوري بما يجري من أحداث في الغوطة الشرقية، الأمر الذي اعتبرته القاعدة الروسية تهديداً من قبل الثوار بخرق الاتفاق. موسكو أشارت بأنها لن تسمح بخرق الاتفاق، وأن ما وصفته بالتهور من قبل الثوار سيقود المنطقة إلى المزيد من العنف غير المرغوب به على حد قولها. غرفة عمليات البنيان المرصوص ردت عبر متحدثها بأن قوات النظام وميليشياته هي من تقوم باستهداف أحياء مدينة درعا المحررة بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الأرض أرض، بالإضافة لمحاولتها التسلل باتجاه حي المنشية في ظل اتفاقية خفض التوتر بهدف السيطرة على جمرك درعا القديم ومواقع أخرى. المعطيات العسكرية في الجنوب السوري توحي بأن الوضع هناك منفتح على عدة سيناريوهات محتملة بحسب عسكريين ستكون فيما يبدو مشابهة لما يجري في الغوطة الشرقية وإدلب.